فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى مسند الدارمي. وما زدنا في المقدمة والكلام على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد هو ابن عبد الله بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، أنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولفخ، وأعطي لواء وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وآتي باب الجنة فأخذ بحلقها فيقولون: من هذا؟ فأقول: أنا محمد. فيفتحون لي فأدخل فأجد الجبار مستقبلي، فأسجد له فيقول: ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك، وقل يقبل منك، واشفع تشفع. فارفع راسي فاقول: امتي امتي يا رب. فاقول: اذهب الى امتك. فمن وجدت في قلبي مثقال حبه من شعير من الايمان فادخله الجنه. فاذهب فمن وجدت في قلبي مثقال ذلك ادخلته من الجنه. فاجد الجبار مستقبلي فاسجد له فيقول: ارفع راسك يا محمد وتكلم يسمع منك، ويقول: يقبل منك، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي يا رب. فيقول: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبي مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة. الله أكبر. فأذهب فمن وجدت في قلبي مثقال ذلك أدخلتهم الجنة، وفرغ من حساب الناس، وأدخل ما بقي من أمتي في النار مع أهل النار. فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا، وش اللي غنى عنكم؟ أنتم معهم في النار. فيغار الجبار، يغار الجبار في هذا: معاذ كيف أنت أيها الفاطن اللبيب؟ فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار. نعم. يا رب ارضى عنك يا صالح، يا رب يا رب يا رب لمني معك الإخلاص يا رب يا رب. لأعتقنهم من النار فيرسلوا إليهم فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيدخلون. نعم. أم الله من. ما شاء الله أنا بلاوي. الشيخ أبو بكر هذا نعل تاك فوق رؤوسنا. أنا أقول لك الشيخ نعل فوق رؤوسنا، سيدنا وتاج رأسنا وفخرنا، وهو الأمين صاحب القلب الرقيق، صاحب الصدق في الدعوة وإظهار المجهود الضاني من أجل نشر دعوة الله جل في علاه. هذا رجل عظيم، شيخ أبو بكر نحسبه كذلك والله حسيبه، رجل عظيم خلق عليه السلام. نعم. ففي الحديث قال: فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيدخلون في نار الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين عيونهم: هؤلاء عتقاء الله اللي هم الجهنميون. فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقال لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون. فيقول جبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار. الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، وقد ورد في أكثر من رواية. وقال مصنف: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن ابن غن قال: نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق بطنه، ثم قال جبريل: قلب وكيع يعني قلب شديد، قلب وكيع فيه أذنان سمعيتان وعينان بصيرتان، محمد رسول الله المقفى الحاشر، خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة. وختم الباب بقوله: أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثنا معاوية عن عروة بن رويم عن عمرو بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أدرك بي الأجل المرحوم واختصر لي اختصارا، فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وإني قائل قولا غير فخر: إبراهيم
خليل الله وموسى صفي الله وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد يوم القيامة، وإن الله وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: لا يعمهم بسنة، ولا يستأصلهم عدو، ولا يجمعهم على ضلالة. والإسناد أيضا فيه ضعف وتفرد به الدارمي. أحس أول فيه جمل عظيمة جدا فيها الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه، لأن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين تحت لوائه، بل الجميع يقولون نفسي 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 نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. وتعلم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم عند الصراط كل الأنبياء يقفون عند الصراط يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، والنبي يمر وأهل الإيمان يمرون خلفه من أمتي، فأول من يمرهم أهل الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض عن جمجمة يوم القيامة، لكن هو يرى بعد ذلك موسى عليه السلام آخذ باطشا بقوائم العرش. يقول وأعطي لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وهو أنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة. هو أصلا يدق، وهذه الشفاعة شفاعة دخول الجنة، وهذه شفاعة للنبي خاصة، وهي أن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ما يدخلون الجنة هكذا إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى باب الجنة فيدق، فيقول الملك من؟ فيقول أنا. يقول من؟ يقول أنا محمد. فيقول بك أمرت لا بغيرك، بك أمرت لا بغيرك، أنت يعني أول ما أفتح له، فيفتح له، فأول ما يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وآتي باب الجنة فأخذ بحلقتها، فيقولون من هذا؟ قل أنا محمد، فيفتحون لي فأدخل، فأجد جبار مستقبلي فأسجد له. وطبعا إذا كان استقبالا فهذه دلالة على نعم الوفادة وإكرام الوفادة، وأيضا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم والمنزلة الراقية التي يعني قد ارتقى بها عند ربي جل في علاه. ذاك يسجد، ومن الذي يقول؟ الجبار يقول يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك وقل يسمع. شوف الله جل وعلا يقول لنبي هذا كرامة له، ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي يقول فأخرج من أمتي كما كان في قلبي مثقال حبة من شعير. هذه الشفاعة يشترك فيها المؤمنون والأنبياء والمرسلون أيضا، يعني هذه الشفاعة يشترك فيها جميع المؤمنون والنبيون والرسل والملائكة في هذا الباب. غفر الله لي ولك يا منى. يا رب ثبتنا لك الحق، كلنا ذلك الرجل. فيخرجهم ويدخلهم الجنة، فيجد الله مستقبله، فيخر ساجدا، فيدعو الله جل في علاه، قال يا محمد ارفع رأسك وتكلم يسمع، قل يسمع وقل يقبل منك واشفع تشفع، فارفع رأسي فأقول أمتي أمتي، فقل اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبي مثقال حبة من خردل من الإيمان فادخلهم الجنة، فادخلهم الجنة ويكون فرغ من الحساب. بقي أهل النار مع النار من الذين حبستهم الكبائر أو كان حبستهم الكلمة وهو الشرك، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيعير أهل النار من المشركين أهل التوحيد الذين يعذبون بغلبة سيئات الحسنات. عند التعيير يسمع رب العالمين ويقول فبعزتي وجلالي فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسلهم إليهم فيلقون في نار الحياة، وعليهم توقع على رقابهم يدخلون الجنة باسم الجهنميين، الجهنميون. فيقولون أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، ويقول الله جعلهم عتقاء الجبار. وأيضا قد ورد عن جبريل عليه السلام أنه شق بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال جبريل قلب وكيع يعني شديد، فيه أذنان سمعيتان يعني له أذن تسمع هنا سمع إجابة، سمع عقل وسمع تطبيق، وعينان بصيرتان، محمد رسول الله المقفى الحاشر، وهو آخر الأنبياء الحاشرون، الجميع حشرون على ذيه، وهو آخر الأنبياء أيضا المقفى، ما في نبي بعده. خلقك قيم، ولذلك قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال لسانك صادق ونفسك مطمئن، ولسانك صادق، ولذلك لما كذبوا اشتد عليه الأمر، فقال الله جل في علاه بإذن الله، قال الله جل في علاه وإنك يا محمد وإنك لعلى خلق عظيم.
وقال في فضل هذه الأمة: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وإني قائل قولا غير فخر، إبراهيم الخليل وموسى صفي الله وأنا حبيب الله، وهذا ضعف لأن النبي سلام خليل الله أيضا. والخلة فوق المحبة. الفوائد المستنبطة من ذلك: عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا العلي. يقال قل يسمع، من الذي يسمع؟ الله يسمعه، واشفع تشفع. رضي الله عنك يا معاذ، أنت رجل عندنا فذ، فاضل رقيق نبيل، لك من العلم باع، وفقك الله وسددك ورفع مقامك ويسر عليك أمرك. إن صح أن أقول لك كن يبغيكم بالذف قلت لك ذلك. أما تقسيم البدعة الخمسة هذه بدعة مستقلة. من قسم البدعة إلى أقسام خمسة هذه بدعة مستقلة. أكرم أيها النبي رضي الله عنك حبيبي. إثبات الشفاعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. محل نظر الله القلب، بذلك جاء جبريل فشق بطنه. يا ربي. طيب إلى الموطأ، لكن أترك لكم دقيقتين إمهالا، لو فيه أسئلة أكون رهن إن شاء الله. يرحمه الله سيدنا أم محمد تريد تسأل فضيلتكم. نعم أنا تحت الأمر. ما هو السؤال؟ نعم، 7-9 سنوات كيف له أن يطلب العلم؟ يجلس في مجلس العلم، يأتي يجلس في مجلس العلم، يجلس عندنا في مجالس العلم. إن أرادت أن تعلمه حقا في هذا السن يجلس يزاحم بالركب مجالس العلم، يزاحم. إحنا عندنا باب جامع الحيض قبل الدخول في المستحاضر. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.